كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى شعب مصر كده. معكم خبيرة العلاقات الأسرية وتعديل السلوك سهير سيد بيوم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي نستقبل أول يوم رمضان علينا وعلى الأسرة الكريمة وعلى الأهل. طبعا من قبل إن إحنا استعدينا كلنا رمضان إن إحنا بنجيب زينة رمضان، نجيب الفانوس ونعمل ركن في البيت كده لزينة رمضان، ونخلي الأولاد يحتفلوا معنا برمضان، ونعمل الأكل الشهي طبعا لكل أسرة، إنها بتكون مجهزة وجبتها الأساسية أول يوم في رمضان مع أسرتها أو مع الأهل أو الأصحاب زي ما هي عايزة، بس هو يفضل يكون مع الأهل طبعا للترابط الأسري والترابط الروحاني اللي ما بيننا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعله للرحمة والمودة وصلة الرحم. إزاي بقى وجباتنا تكون بسيطة في رمضان؟ يعني الوجبة ما تكونش كبيرة قوي ودسمة قوي علشان صحتنا، وعلشان طبعا عشان الظروف الحياة والغلاء اللي احنا فيه دلوقتي، ونراعي طبعا مشاعر الزوج في دفع المصروفات في رمضان. بنحييكم ونقول لكم يعني حافظوا على صحتكم وعلى نفسيتكم، وان احنا برضو شهر رمضان هو شهر العبادة، مش شهر اكل فقط لا غير، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان شهر رمضان الذي انزل فيها القرآن هدى للناس وبيناتهم الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. معنى كده ان الشهر ده شهر هداية، معنى ان فيه صلاة، معنى ان فيه عبادات. حتى الزوجة لما تكون داخل البيت وداخل الأسرة وهي بتعمل الاكل الاستغفار وتشغل اذاعة القرآن الكريم، ويبقى هنا كسبت ان هي لان هي شهر عبادة وليس شهر اللي هو طول الوقت واقفة في المطبخ. طبعا في صلاة التراويح ما ننساهاش، ونقول للزوجة يعني ادي وقت لنفسك، روحي صلي صلاة التراويح او في بيتك، وعطري سجادتك واعملي مكان للصلاة، وخلي الاولاد معاكي طول الوقت في الصلاة والعبادة. اول يوم طبعا هو بنغير عاداتنا وبنغير الروتين اليومي بتاعنا، بنغير كل الروتين اليومي، فالاول يوم ده فاني خالص من غير مذاكرة ومن غير اي حاجة، احتفالا بشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين.